جبهة جديدة اشتعلت في البحر الأحمر، تصعيد وتهديدات متواصلة يطلقها الحوثيون لكل السفن المتجهة إليها حتى تتوقف الحرب على غزة. يصف البنتاغون هذه التهديدات بأنها عالمية وتشكل تحدياً دولياً، ما دفعه لتفعيل الفرقة 153 المعنية بأمن البحر الأحمر. فما هي هذه الفرقة وما دورها؟ وحدة عسكرية يتركز عملها على البحر الأحمر وخليج عدن، أنشئت العام الماضي لمهام تتعلق بمكافحة أعمال التهريب والتصدي لأنشطة غير مشروعة خاصة الإرهابية منها. هي جزء من القوة البحرية المشتركة CMF التي تأسست عام 2001 لمواجهة تهديد الإرهاب الدولي. تضم 39 دولة عضواً ويقع مقرها الرئيسي في البحرين. تتولى واشنطن قيادتها منذ 12 من يونيو 2023. وفي منتصف ديسمبر العام الماضي أعلنت مصر تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة، حيث حددت حينها الهدف بتحسين البيئة الأمنية بكل المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية.